قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. اعمل لايك 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 ورجاء كمان سبسكرايب لاني حاسس اني بقيت شفاف زياده عن اللزوم ودايما لما بقول لكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب ما حدش بيعمل اي حاجه. المهم يا ريت بقى اللي ما سمعش ملخص الموسم اللي فات من المسلسل ده يروح يسمعه من القناه، هو هتلاقي اللينك بتاعه موجود في اول تعليق وكمان في الوصف الموجود تحت الفيديو ده. اخر حاجه احنا شفناها في الجزء اللي فات هو ان في شخصيه اسمها ذا ووتشر، المفروض يعني ان ذا ووتشر ده يبقى كيان كوني من اقوى الكيانات في عالم مارفل، والمفروض انه بيراقب كل الاكوان الموازيه بدون اي تدخل، ما بيعملش حاجه غير انه بيشوف بس. وفي الموسم اللي فات حكى لنا ذا ووتشر مجموعه قصص كتير شافها في العوالم الموازيه، والقصص دي كانت مختلفه تماما عن كل القصص اللي شفناها في عالم مارفل الحقيقي، رغم انها بتحكي قصص نفس الابطال تقريبا يعني، لكنها كانت قصص مختلفه تماما. وفي النهايه جمع ذا ووتشر كل الابطال اللي حكى عنهم وصنع منهم فرقه عشان تحارب نسخه من نسخ اولترون اللي كانت عاوزه تحتل الاكوان كلها وتدمرها، وفعلا نجحوا في كده ومهمتهم خلصت. وفي الجزء الجديد ده ذا ووتشر بقى هيحكي لنا قصص جديده، لكن في بعضها مرتبط بالموسم اللي فات، وبالتالي لازم تكون شفت الموسم اللي فات اللي عملناه على القناه. بس يلا بينا نبدا القصه الاولى مع نيبيولا، ونيبيولا دي تبقى بنت سانوس بالمناسبه، وحاليا بنشوف نيبيولا في احدى الاكوان الموازيه على كوكب اسمه كوكب زندار. ودلوقتي بنشوف ان نيبيولا شرطيه تبع قوات حمايه كوكب زندار اللي يعني اسمهم قوات نوفا، وهعرفك قدام ازاي نيبيولا بقت شرطيه في العالم ده. مهم ان نيبيولا حاليا بتروح لمكان كده حصلت فيه جريمه وبتلاقي شخص ميت، الشخص ده بيكون ياندو. ولو متعرفش ياندو، فياندو هو كائن فضائي وزعيم عصابه مشهوره وكان ربى بيتر كويل قائد فرقه حراس المجره. المهم بيكون واضح ان في حد قتل ياندو، فبتقرر نيبيولا تدور في الموضوع. بعد شويه بيوصل عندنا نيبيولا مجموعه من قوات نوفا على راسهم القائد سال مساعد نوفا برايم اللي هي زعيمه قوات نوفا. حاليا بقى سال بيتكلم مع نيبيولا بطريقه وحشه لانه مش بيحبها لانها كانت مجرمه في الماضي، وبالتالي بيطلب منها تمشي دلوقتي وتسيبه ويشوف شغله، فبتمشي نيبيولا بدون اي كلام زياده. دلوقتي بقى بنرجع للماضي وبنعرف ان في العالم ده المفروض ان زمان نيبيولا واختها جامورا كانوا شغالين مع ابوهم سانوس عشان يدمروا نص الكون زي ما كان بيحلم، لكن في العالم ده رونان المساعد سانوس قدر يتفوق عليه ودمر كوكب سانوس بالكامل، ومات سانوس مع بنته جامورا، وكانت نيبيولا كمان هتموت لولا ان نوفا برايم قائدة قوات نوفا في كوكب زندار انقذتها وجابتها لكوكب زندار وخلتها كمان تنضم للجيش، وبدات نيبيولا حياه جديده على الكوكب ده. بس للاسف رونان وجيشه العملاق قرر يغزو كوكب زندار، فاضطرت نوفا برايم انها تقفل على الكوكب كله بحاجه اسمه الدرع الكوني، وده درع كده يمنع اي حد يدخل الكوكب ده نهائيا مهما كانت قوته، وبالشكل ده حافظت نوفا على الكوكب من احتلال رونان. بس بتنتهي الذكريات على هنا وبنرجع للوقت الحالي. بنشوف ان نيبيولا استنت لما سال وجنوده مشيوا بعيد عن مسرح الجريمه بتاع ياندو، بعدها رجعت لمسرح الجريمه تاني وقدرت توصل للسهم بتاع ياندو. والعلم يا صديقي السهم ده بيتحكم فيه ياندو بجهاز استشعار كده بيحطه على دماغه وبيوجه بيه السهم، بمعنى اصح السهم ده عباره عن سلاح قوي جدا جدا. الفكره بقى ان نيبيولا بتقدر تشوف مخططات كده كان ياندو محتفظ بيها على السهم، لكن نيبيولا ما كانتش تعرف ايه المخططات دي، بس حست ان ياندو مات بسببها، وانها لازم تعرف ايه هي المخططات دي عشان تعرف مين اللي قتله وقتله ليه. وعشان تعرف كده بتروح نيبيولا لحانه في الكوكب هنا بتاع شخص اسمه هاورد زاتاك، وهو اسمه كده لانه حرفيا بطه. المهم يعني نيبيولا قعدت مع هاورد ده ووريته المخططات اللي لقيتها مع ياندو وسالته المخططات دي بتاعت ايه، بس هاورد رفض يعرفها. لكن بيجي حاليا كورج، والعلم كورج ده شفناه في افلام سور لانه كان صديق سور، اما في الكون ده فهو مساعد هاورد. المهم يعني ان كورج كان عارف دي مخططات ايه، فعرف نيبيولا انها مخططات لنواه الحاسوب الرئيسي لكوكب زندار، والنواه دي محفوظ عليها معلومات وبيانات عن المدينه، واهم المعلومات دي ان موجوده عن نواه الشفره بتاعت الدرع الكوني اللي بيحمي الكوكب كله من الغزو، وبالتالي لو حد وصل للشفره دي هيفتح الدرع وهيقدر رونان يحتل الكوكب. في الوقت ده فكرت نيبيولا وفهمت ان ياندو كان عاوز يروح للنواه ويحتفظ بالشفره دي قبل ما حد يسرقها ويتعرض الكوكب للغزو، وبالتالي بتقرر تكمل اللي ياندو بدأه. بتاخد بعضها وبتروح للسجن، وبتهرب من السجن ده شخص اسمه يان روج، ويان ده يبقى سبق وشفناه قبل كده في افلام كابتن مارفل لو انت مش مركز. والان يان من شعب شرير جدا اسمه شعب الكري، وهو شخص شرير جدا اصلا لكنه عبقري في الاختراق والحاجات اللي شبه كده. فعلا بتقدر تهرب يان وبتاخده وبيروحوا سوا للمبنى اللي فيه النواه، وبيقدر يان يخترق النظام ويوصل نيبيولا للنواه فعلا. في الوقت ده بقى بدأت نيبيولا توصل النواه بدماغها عشان تنقل شفره الدرع عليها، بعدين يعني تمسح الشفره من النواه تماما. والعلم نيبيولا وصلت النواه بدماغها لان نيبيولا اصلا عباره عن انسان آلي،
المهم اللي بعد ما نيبولا نقلت الشفره لدماغها بيجي باين وبيحط في راس نيبولا زي فلاشه كده وبياخد الشفره وبيسيب نيبولا متوصله بالنوى اللي خلاص قربت تنفجر وبيهرب هو. لكن نيبولا بتقدر تفك نفسها من النواه قبل ما تنفجر وبتقدر تهرب بره المبنى ده خالص. اول ما بتخرج نيبولا بتلاقي قدامها نوفا برايم وين، وبنعرف هنا ان نوفا اصلا بتشتغل هي وين سوا وعايزين يوصلوا للشفره ويفتحوا الدرع الكوني لرونن عشان يحتل الكوكب. وللعلم نوفا بتعمل كده لانها حاسه ان قفل الدرع الكوني على الكوكب هيدمر الكوكب، فهي عايزه تفتحه لرونن يحتله، وفي المقابل هيسيبها رونن مسؤوله عن قوات نوفا زي ما هي، فتبقى ما خسرتش كل حاجه. بعد ما نوفا قالت الخطه دي كلها نيبولا عرفتها كمان انها كانت محتاجاها بس عشان تقدر تسرق الشفره من النواه وحاليا هتقتلها. وبيجي بقى قائد سال ورجالته عشان يقتلوا نيبولا، وفعلا بيفضلوا يضربوا في نيبولا وبيبهدلوها خالص وبيكونوا خلاص هيقتلوها، لكن نيبولا بتتحامل على نفسها وبتنط في الشلال. في اللحظه دي بيفتكروها سال والكل انها ماتت خلاص فمشيوا، بس نيبولا بتكون ما ماتتش وبتاخد بعضها وبتروح لحانه هاورد، وهاورد بقى بدوره بيعالجها وبتقرر نيبولا انها هتوقف نوفا. بعدها بتكون عصابه كده مكونه من هي وهاورد وكورج وكمان جروت من فيلم حراس المجره لو تفتكروا، وكلهم كده بياخدوا اسلحه من عند هاورد، ومن غير تضييع وقت بيروحوا لنوفا في مقر قيادتها وبتقتل نيبولا كل حراس نوفا باستخدام سهم يندو. بعدين بتطلع هي واللي معاها عند نوفا نفسها واللي كانت مع ين وسال وباقي رجالتها، وبتفتح خلاص الدرع الكوني عشان خاطر رونن يدخل. وفعلا بيكون الدرع بدا يتفتح ورونن بدا يدخل بمركبته الفضائيه للكوكب، بس لحسن الحظ نيبولا كانت لسه محتفظه بالشفره رغم ان ين خدها من دماغها. حاليا بتقدر تتحكم في الدرع وبتقفله، فبتتدمر مركبه رونن تماما والدرع بيتقفل من تاني والكوكب بيكون بامان. اما بقى نوفا واللي معاها فبيبداوا يتحاربوا مع نيبولا واللي معاها، وبتفضل نيبولا تجري ورا نوفا عشان تقبض عليها، وبتقدر نوفا تهرب منها بمركبه فضائيه، بس نيبولا بتمسك في المركبه دي وبتفضل المركبه دي تخبط يمين وشمال، وفي الاخر بتتدمر وبتقع نوفا ونيبولا منها، وبتعلق نوفا على حافه سور وبتكون خلاص هتقع وتموت. فبتقرر نيبولا تنقذها وبتمدلها ايدها، بس نوفا بترفض وبتطلع سلاحها وبتضرب طلقه على نيبولا عشان تقتلها، لكن الطلقه مش بتيجي في نيبولا وبتقع نوفا وبتموت. وبس بعد كده بقى، وبما ان رونن مات بيتفتح الدرع الكوني خلاص، وبيرجع الكوكب لسابع عهده بدون غزاة زي رونن او خاينين زي نوفا. وعند النقطه دي بتنتهي القصه الاولى. بتبدا بقى قصه تانية في عالم موازي تاني خالص، في مدينه نيويورك سنه 1988. بنشوف طيارين تابعين لشيلد، وشيلد دي منظمه حكوميه بترعى شؤون الابطال الخارقين زي ما قلنا وحكينا في الموسم اللي فات. المهم ان حاليا كانوا الطيارين التابعين لشيلد بيطاردوا سفينه فضائيه اخترقت المجال الجوي، وفعلا بيقدروا يوقعوا السفينه الفضائيه دي، لكن بتكون المفاجاه بقى لما بيخرج من السفينه دي طفل صغير. الطفل ده بيكون عنده قوه رهيبه لدرجه انه بيبدا يدمر المدينه كلها. عشان نعرف بقى مين الطفل ده وليه بيعمل كده لازم نرجع للماضي. الطفل ده يبقى بيتر كويل او ستار لورد، قائد حراس المجره. وفي العالم ده ياندو خطف الطفل بيتر عشان يوديه لابوه ايجو، وايجو ابو بيتر عباره عن كوكب كامل بالمعنى الحرفي وهدفه يدمر الكون. المهم يعني ان في كل العوالم الموازيه يا صديقي تقريبا ياندو لما كان بيحاول يخطف بيتر مش بيديه لابوه ايجو، بل هو اللي بيربيه بنفسه. بس في العالم ده ياندو ما رباش بيتر، بل بجد اداه لابوه ايجو، وبالتالي ايجو استخدم بيتر واداله قوه كبيره جدا واستخدمه عشان يدمر الكواكب والكون كله. وحاليا بيتر كان جاي كوكب الارض عشان يدمره برضه. وبس بما اننا عرفنا القصه بنرجع للوقت الحالي، وحاليا بنشوف هانك. وهانك يا صديقي يبقى عالم عبقري واول شخص اخترع بدله انت مان زي ما احنا عارفين. المهم اننا بنشوف هانك كان شاب في الفتره دي وكان عايش مع بنته هوب واللي كانت طفله برضه. في المقبل بتيجي مكالمه دلوقتي لهانك من قياده شيلد بيعرفوه انهم محتاجينه، فبياخد هانك بنته وبيروح مقر شيلد، وهناك بقى بيقابل فوستر بيج وهاورد ستارك مسؤولين شيلد في الوقت ده، واللي بيعرفوه دلوقتي كل اللي حصل معاهم، وبيعرفوه كمان انه لازم يوقف بيتر ده، وطبعا لان الطفل بيتر قوي جدا اقوى من هانك، هانك مش هيقدر يحاربه لوحده، وبالتالي هيكون معاه فريق. الفريق بتاع هانك بقى في المهمه دي هيكون مكون من فوستر، وفوستر ده عالم زيه زي هانك وعنده كمان بدله انت مان الخاصه بيه، وكمان من ضمن الفريق الملك تيتشاكا او بلاك بانسر، وده كان ملك واكاندا في الوقت ده والبلاك بانسر برضه، والعلم ده يبقى ابو تيتشالا البلاك بانسر اللي شفناه في افلام بلاك بانسر. وكمان معانا في الفريق هنا وينتر سولجر او باكي، وبنعرف ان باكي في العالم ده صديق برضه ستيف روجر او كابتن امريكا زي العالم الاساسي بالظبط، وانضم برضه للروسيين زي العالم الاساسي وخلوه جندي خارق عندهم، والعلم المخابرات الروسيه هم اصلا اللي بعتوه عشان يساعد امريكا. اخر عضو بقى معانا وهي ويندي لاوسن، ودي طياره بتشتغل مع شعب كده اسمه شعب الكري، وتبقى كمان مدربه كابتن مارفل. وبس يا صديقي بما ان الفريق كمل بيقرروا بقى يروحوا يقبضوا على بيتر، فبيروحوا بيتر فعلا وبيحاولوا يقبضوا عليه، لكنه بيكون قوي جدا جدا وبيفضل يهاجمهم، وبتدور بين بيتر والفريق معركه قويه جدا بتنتهي ان بيتر كان هيقضي على الكل.
فبياخدوا بعضيهم عشان يهربوا، بس قبل ما يهربوا بيوصل لمكان سور وبيقدر يقبض على بيتر. بعد كده بيروحوا لكل مقر شيلد وطبعا بيحبسوا الطفل بيتر. اما بقى سور فبيقعد مع الكل وبيعرفهم بنفسه، وبيعرفهم ان الطفل بيتر ده ابوه ايجو بعته كوكب اسجارد كوكب سور ودمره عن بكرة ابيه، وكل اهل وعيلة سور ماتوا، وعشان كده سور كان بيتتبعه لغاية ما وصل لهنا عشان خاطر يقتله. وسور عرف الكل حاليا ان ايجو بيدمر الكواكب كلها عشان ياخد قوتها، وعرفهم سور كمان ان ايجو بيزرع في كل الكواكب اللي عاوز يدمرها زهرة غريبة كده اسمها الشتلة الشتوية، والمفروض يعني ان الشتلة دي بتربط ايجو بالكوكب اللي بيدمره عشان يقدر ياخد طاقته بالكامل بعد ما يتدمر. ويعرفهم كمان سور انه وهو جاي خد الشتلة اللي زرعها ايجو في كوكب الارض هنا، بعدها بيديهم سور الشتلة دي عشان تكون في امان، لان ايجو اول ما هيجي للكوكب ده هيدور عليها. وخلاص بيقرروا سور والكل ان لما ايجو يجي هيواجهوه كلهم مع بعض. في الاثناء دي بنشوف هوب بنت هانك بتروح لبيتر في حبسه وبتتكلم معاه، وبتعرف هوب منه انه كان جاي كوكب الارض عشان يهرب من ابوه ويرجع لعيلته الاصليه، مش عشان خاطر يدمر كوكب الارض، لكن للاسف بيتر غصب عنه ابوه بيتحكم في عقله وبيخليه يدمر كل حاجه غصب عنه، وبيعرف بيتر هوب انه عاوز يهرب ويروح لعيلته. وفي اللحظه دي بتتعاطف مع بيتر فبيتهربوا. طبعا هانك والكل بيعرفوا انه هرب فبيروحوا يشوفوه، بيلاقوا هوب موجود هناك. هوب قالت للكل على كل حاجه قالها بيتر، فالكل تعاطفوا معاه شويه. في الأثناء دي يا صديقي بيشوف الكل إن في سفينة فضائية غريبة جاية في مكان قريب للمقر اللي هم فيه، وبيعرفوا بكده إن اللي جاي ده أكيد إيجو، فبيقرروا الكل يروحوا يحاربوه. عدا هانك وويندي بيقرروا إنهم هيروحوا ويجيبوا بيتر وهيخلوه في صفهم ويخلوه يدمر أبوه بنفسه، إن مهما عملوا محدش فيهم هيقدر يقتل إيجو غير حد بنفس قوته زي إبنه. بعد شوية بقى كان إيجو وصل، وبنشوف إن تيتشاكا وفوستر وسور وكمان قوات كتير من الجيش بيفضلوا يحاربوا إيجو بكل قوة، وبنشوف ان ايجو حرفيا بيخلق نسخ كتير جدا منه بتفضل تحاربهم بمنتهى القوه. على الجانب الاخر بقى بيوصلوا هانك وويندي عند بيتر وبيفضلوا يتكلموا معاه عشان يقنعوه ويساعدهم. في نفس الوقت ده بنشوف باكي في مكان قريب لبيتر ومنشن عليه عشان يقتله، وبنعرف ان الروسيين هم اللي طلبوا كده منه فبينفذ كلامهم. لكن هوارد بيقدر يتواصل مع باكي وبيعرفه انه عارف ان الروس طلبوا منه يقتل الولد، لكنه لو عمل كده فايجو هيدمر الكوكب كله، وبيفضل بقى هوارد يتحايل على باكي عشان ما يقتلش بيتر فبيوافق باكي في الاخر. اما هانك ويندي فبيقنعوا بيتر باللي هم عاوزينه، فبيروح بيتر بقى لابوه بيحاربوا في معركه قويه جدا، وعلى عكس المتوقع بيقدر بيتر يهزم ايجو ويخلص عليه. بعد كل اللي حصل ده قعدوا الكل سوا يحتفلوا، واتكلم سور مع الكل وعرفهم انهم لازم حاليا يروحوا يدمروا كوكب ايجو نفسه، لانهم لو ما عملوش كده ممكن عادي جدا ايجو يكون نفسه من جديد ويحاربهم. فبيوافقوا الكل على كلام سور وبيقرروا يروحوا معاه يدمروا كوكب ايجو، وهنا بتنتهي القصه دي. بتبدا بقى القصه الجديده في واحد من العوالم الموازيه يوم راس السنه، وبنكون في شركه ستارك. بنشوف بقى هناك هابي مساعد توني ستارك المخلص بيظبط الشركه، لان النهارده الافنجرز كلهم هيحتفلوا هنا براس السنه، وبيكون مع هابي بنت كده اسمها دارسي بتساعده حاليا في تظبيط الشركه، وبيطلب هابي منها حاليا تروح تجيب حاجات من بره الشركه فبتوافق. في الوقت ده بتوصل عميله شيلد ماريا هيل وبتتكلم مع هابي وبتطلب منه يامن الشركه بشكل كويس منعا يعني لاي خطر، فبيوافق هابي عادي وبيسيبها بحيث يكمل شغله. بعد شويه بقى بنشوف ان في عصابه دخلت للمكان بقياده مستر هامر، ومستر هامر ده يبقى واحد من اعداء توني ستارك التاريخيين، وفي العالم ده المفروض انه اتحبس من فتره ولسه خارج جديد، وحاليا بقى جاي هنا عشان يسرق شركه توني ستارك وينتقم منه لانه كان سبب كبير في حبسه. في الوقت ده بيقدر هامر يخترق نظام الذكاء الاصطناعي في الشركه وبيقدر يتحكم في كل الروبوتات اللي في الشركه. هابي بقى يا صديقي كان بيلف في الشركة عادي فبيلاقي ان هامر استولى عليها، فبيقف في مكان كده وبيتصنت على هامر. بيلاقي بقى هامر حاليا بيأمر اتنين من رجالته يروحوا للمختبر السري بتاع توني ستارك ويسرقوا من عنده جرعة من دم هالك، لان هامر ناوي ياخدها ويتحول لهالك ويبقى قوي جدا. بمجرد ما سمع هابي كده بيقرر يلحق الجرعة دي، فبيكلم ماريا هالو بيعرفها اللي حصل، فبتقرر ماريا تروح توقف هامر. فعلا بتروح لهامر عشان توقفه، لكن بيجي آلي من اللي هامر اتحكم فيهم وبيضربها وبيسيطر عليه. اما هابي فبيروح للمختبر السري وبياخد منه جرعه هالك، وبالغلط جرعه الدم بتاعت هالك بتقع وبترشق الحقنه في رجل هابي وبيتحيم بدم هالك، وبيبدا جسمه يتحول لجسم هالك واحده واحده. ورغم ان هابي كان مصدوم لكنه تملك نفسه وبدا يهرب من رجاله هامر، واستخبى في مكان كده وحاول يتواصل مع ماريا هيل، فعرف في اللحظه دي ان هامر قبض عليها، فبيتواصل مع كل الافنجرز يمكن حد يجي يلحقه، بس الكل كان مشغول بتحضيرات راس السنه ومحدش بيهتم بيه اصلا. فبيقرر هابي يتصرف لوحده، وعلى طول بيتصل بدارسي وبيطلب منها تدخل للشركه وتروح لجهاز التحكم بتاع الشركه وتعيد التحكم للذكاء الاصطناعي بدل ما هو مع هامر، وكده هيقدر يوقفوا كل الاليين لحد ما هابي نفسه يوقف رجاله هامر. فبتوافق دارسي وفعلا بتروح عشان تسيطر على جهاز التحكم، بس للاسف رجاله هامر بيقبضوا عليها. بعدها تواصل هامر مع هابي وعرفه انه هيقتل ماريا حالا ودارسي كمان لو ما جالوش دلوقتي عشان ياخد منه دم هالك.
فبيروح لهابي وبيكون خلاص اتحول بشكل كامل لهالك، لكنه بيكون مختلف شوية عن هالك لأن لونه بنفسجي شوية بس يعني بنفس قوة هالك تقريبا. مهم بيفضل بقى هابي يقتل في الآليين بكل قوة عشان يوصل لهامر، لكن هامر بيكون قدر يسيطر على بدلة من بدل ايرون مان وبيفضل يتعارك بها مع هابي. واثناء المعركة دي واثناء ما كان هابي بيكسر هامر حرفيا، بيوصلوا كل الافنجرز عشان يحتفلوا، ولما بيشوفوا هابي بيخافوا وبيكونوا هيقتلوه، لكن هابي بيعرفهم بنفسه فطبعا محدش بيعملوا حاجة وبيتقبض على هامر. وبس يا سيدي بيتجمعوا بقى الافنجرز وبيفضلوا يشكروا هابي على اللي عمله ده، خصوصا توني بيفضل يشكره كتير جدا لانه حافظ على شركته. بس بيبداوا بقى الكل يحتفلوا براس السنه وبتنتهي القصه على كده. بنبدا بقى في قصه جديده كالمعتاد، والمره دي القصه بتبدا مع ايرون مان او توني ستارك وهو في الفضاء في احدى العوالم الموازيه. بنشوف ايرون مان حاليا بيدمر سفينه فضائيه كده كانت بتهجم على الارض، لكنه لما بيخلص مش بيعرف يرجع لكوكبه للاسف وبيفضل عايم في الفضاء، وفي النهايه بيقع في كوكب كده اسمه كوكب ساكار. وبمجرد وصوله لكوكب ساكار بيجيله زعيم الكوكب واللي اسمه جراند ماستر، والعلم جراند ماستر ده سبق وشفناه في افلام سور. وباختصار كده جراند ماستر ده هو شخص مجنون بيحكم كوكب ساكار وبيعشق المسابقات والقتالات وبيجبر المساجين ان هم يتحدوا بعض ويتسابقوا سوا وحاجات كتير زي كده، وعنده جيش قوي جدا بترأسهم مساعدته اللي اسمها توباز. وتوباز دي معاها صولجان كده لو لمس اي شيء حتى لو فولاذ بيدوبه في ثواني. المهم يعني ان جراند ماستر ده عرف توني بنفسه وطلب من توني يقعد معاه يتفرج على سباق كده عامله حاليا، وبيكون جراند ماستر بيعمل كده لانه بيحب توني وسمع عنه كتير، فالمجرد بيوافق توني غصب عنه وبيقعد وبيبدا السباق اللي عامله جراند ماستر، وبيكون سباق مجنون بالعربيات. والعلم بيشارك في السباق ده فالكري، ودي واحده من اسجارد كوكب سور، وكمان كان موجود برضه كورج صديق سور المفضل. وفعلا بيبدا السباق وبيكون سباق مجنون زي ما بقول لك، لان جراند ماستر بيطلق في المكان وحش كده يقتل المتسابقين، وده توني مش بيقدر يتحمله فبينزل لساحة السباق عشان يقتل الوحش وينقذ كورج، لان الوحش ده كان هيقتل كورج خلاص. وفعلا بيجهز توني نفسه لقتل الوحش، بس قبل ما يعمل كده هوب بيجي حد وبيقتل الوحش ده، والحد اللي قتل الوحش ده بتكون جامورا بنت سانوس. والعلم ملحوظة كده على جنب، جامورا دي هي نفس جامورا اللي شفناها في الموسم الاول، لكن الاحداث اللي بنتكلم عليها دلوقتي هي كانت قبل احداث الموسم اللي فات. عامة بتكون جامورا حاليا هتقتل توني رغم ان توني اصلا ما يعرفهاش، بس مش بتلحق تقتل توني لان بيوصل الجراند ماستر ومساعدته توباز وبيضربوا جامورا وتوني وكورج مجسات كده وبيتحكموا فيهم، وبالتالي جنود جراند ماستر بياخدوهم كلهم وبيحبسوهم. وفي الحبس بقى اتكلم توني مع جامورا وعرف انها بنت سانوس وانها جايه تقتله، لان المفروض يعني ان سانوس بعت كائنات فضائيه لكوكب توني اسمهم الشتاري عشان يحتلوا الارض لسانوس، لكن توني ستارك خلاص عليهم، فيعني جامورا جايه تنتقم. بس كل ده ما فرقش مع توني، وقدر يفك المجسات من جسمه وكمان شال المجس من جسم كورج، وقدر يخترق بوابه الاوضه اللي محبوسين فيها وبيهرب توني مع كورج، ومش بيسمح طبعا لجامورا تهرب وبيقفل عليها الاوضه. بعدها اتكلم توني مع كورج وعرف منه ان جراند ماستر شخص مجنون وبيعذب شعبه حرفيا، وده كله طبعا ضايق توني، فقرر يساعد دلوقتي الشعب ده ويخلصهم من جراند ماستر. بس قبل ما يعمل كده بيروحوا هو وكورج لمجموعه من الجنود بتوع جراند ماستر وبيخلصوا عليهم وبياخدوا مركبه فضائيه عشان يهربوا. وقتها بتجيلهم جامورا لانها قدرت تهرب وبتكون هتقتل توني، بس توني وكورج ما ادولهاش فرصه وهربوا. بعدها بتيجي توباز ورجالتها وبيقبضوا عليها. اما توني بقى فبياخد بعضه وبيروح لفالكري لانه كان شافها قبل كده في السباق وشاف انها بتسوق حلوه جدا، وحاليا بيعرفها توني انه عاوز منها خدمه، والخدمه باختصار انها تشارك معاه في سباق كده ضد جراند ماستر بما انها بتسوق كويس جدا. فبتوافق فالكري وبتروح هي وتوني وكورج وبيبداوا يصنعوا عربيات للسباق، وكمان بيصنع توني بدله ايرون مان ضخمه لنفسه. ولما بيخلص توني بيتواصل مع جراند ماستر وبيعرض عليه تسابقه سوا على الكوكب، واللي يكسب ياخد الكوكب كله. فبيوافق جراند ماستر وبس بيبدا بقى السباق، وبيشارك في السباق ده توني وكورج وفالكري وكمان توباز وجراند ماستر وجامورا، وبيبدا السباق واللي بيكون قوي جدا جدا. وفي خلال السباق ده بيفضل توني ستارك يتواصل مع جامورا ويحاول يعقلها ويعرفها ان ابوها مجنون ومش لازم تسمع كلامه دايما، وبنشوف ان كلام توني بيغير جامورا شويه شويه لدرجه انها بتساعده في السباق. وبعد عناء كبير بيقدر توني ستارك يكسب في السباق، المفروض كده ان الكوكب كله هيكون ليه، بس بيجي جراند ماستر وبيعرفه انه غير رايه ومش هيديله اي حاجه، فبتعصب توني وبيضربه بصولجان بتاع توباز، فحرفيا بيسيح الجراند ماستر تماما. في اللحظه دي بيفضلوا الشعب كله يشجعوا فالكري ويحيوها لانهم اصلا بيحبوها وكانوا عاوزينها تقود الكوكب من زمان، وحاليا جاي الوقت اللي فالكري تقود فيه الكوكب وتكون زعيمته، وطبعا بتفرح فالكري والكل. ويروحوا فالكري وكورج وتوني للمكان كده وبيحتفلوا سوا، وبيودعهم توني عشان يرجع كوكبه، وبياخد سفينه فضائيه بحيث يعني يرجع بيها، لكن بيتفاجئ بجامورا في السفينه دي وبتعرفه انها هتاخده دلوقتي لسانوس. وبالفعل ما عداش كتير وكانوا الاثنين قدام سانوس، لكن هنا بقى بتحصل حاجه غريبه جدا
لان بسرعه بتجري جامورا ناحيه سانوس وبيحدف لها توني سولاجان توباز وبتضرب بيه سانوس، وبكده بنعرف طبعا ان سانوس هيموت. وبنعرف برضو ان توني قدر يقنع جامورا ان ابوها وحش فخلصت عليه، وده معناه ان في العالم ده سانوس مش هيحارب الافنجرز ولا هيدمر نص الكون زي ما شفنا في افلام مارفل الثانيه. ويعلم صديقي من اللحظه دي بقت جامورا بعيده تماما عن الشر لحد ما انضمت لفريق ذا ووتشر في الموسم الاول زي ما شفنا. وفي المجمل كالعاده بتخلص هنا برضو القصه بتاعتنا. المهم بنبدا قصه جديده في عالم وكون جديد، وفي الكون ده بنعرف ان كارتر البنت اللي حبها ستيف روجر اللي هو كابتن امريكا بقت هي كابتن امريكا، والعلم هي دي كارتر اللي شفناه في الموسم الاول لو تفتكر. المهم بنشوف حاليا كارتر وناتاشا بيروحوا سوا لسفينه كده، المفروض يعني يعرفوا ان السفينه دي فيها حاجه مهمه تبع منظمه هايدرا، فبيروحوا يشوفوا ايه الحاجه دي، فبيلاقوا انها بدله شبه بدله ايرون مان. ومش هي دي المفاجاه على فكره، المفاجاه بقى ان ستيف روجر كان جوه البدله دي، وبتكون كارتر متفاجئه لان المفروض في عالمها ستيف روجر مات. المهم ان ستيف روجر حاليا بيصحى وبيكون واضح كده انه مغيب والبدله دي بتتحكم فيه، بدون مقدمات بيهجم على كارتر وناتاشا، فبسرعه بيفضلوا يهربوا منه وبينجحوا فعلا في الهروب. في اللحظه دي راحت كارتر لنيك فيوري وسالته ازاي ستيف روجر لسه عايش، فعرفها نيك فيوري ان المفروض ان البدله اللي لابسها ستيف دي صنعها له هاوارد ستارك اللي هو ابو توني ستارك زمان جدا وقت الحرب العالميه الثانيه، وفي معركه من المعارك اختفى ستيف والبدله فالكل افتكروه مات، لكن الحقيقه بقى انه ما ماتش وان في جماعه كده في روسيا تبع جماعه هايدرا خطفوه وقدروا يتحكموا فيه عشان يشتغل معاهم، حرفيا ستيف عقله مش فيه والبدله هي اللي بتتحكم فيه. طبعا الكلام ده كله صدم كارتر فقررت تنقذ ستيف مهما كلفها الامر. في نفس الوقت ده بنشوف باكي صديق ستيف، وبيكون باكي عجوز وبنعرف ان في العالم ده باكي ما عندوش قوه خارقه ولا حاجه، بل عادي استمر في الجيش الامريكي وحاليا اهو بسم الله ما شاء الله وزير الدفاع. ودلوقتي بيجوا له جنود تبع نيك فيوري وشيلد وبيعرفوه انهم هياخدوه لمكان امن لان ممكن ستيف يهجم عليهم في اي وقت، وفعلا اللي توقعوه حصل لان ستيف بيجي وبيكون عايز يقتل باكي، بس بتوصل كارتر وبتتعارك مع ستيف معركه من اقوى ما يكون لحد ما هوب بدله ستيف بتفصل، عارفين ستيف كمان بيغيب عن الوعي وبيكون هيقع ويموت، فبسرعه بتشيله كارتر وبتركب طياره مع ناتاشا وبيهربوا من المكان. بعد اللي حصل ده بقى بيروحوا ناتاشا وكارتر بستيف لمكان امان كده، والعلم هم هربوا وجم مكان امان لان الجيش عايز يقبض على ستيف، وطبعا كارتر مش عايزه كده. المهم ان ناتاشا حاليا بتعمل اعاده تاهيل لبدله ستيف على امل انه يفوق يبقى كويس، وبالفعل ما فاتش وقت طويل وفاق ستيف وكان كويس والبدله مش بتتحكم فيه خالص. وقتها اتكلم ستيف مع كارتر بهدوء وحب وفضل بقى يطمن عليها ويعرف كل اللي فاته لانه حرفيا ما شافهاش من الاربعينات. المهم ان ستيف حاليا بيعرفهم انه عارف مكان العصابه اللي كانت خاطفاه في روسيا ولازم يروحوا عشان يدمروه، فبيوافق ناتاشا وكارتر وبيروحوا معاه. فبياخدهم ستيف لمدينه كده في روسيا، وبتكون المدينه دي غريبه لان كل اللي عايشين فيها اليين، بس يعني محدش حط في باله، وفضلوا في المدينه دي لحد ما فجاه بداوا الاليين يهاجموهم عشان يقتلوهم، فبيفضلوا الثلاثه يتحاربوا معاهم بكل قوه، ووسط كله بقى بتوصل للمكان سفينه فضائيه، وبينزل من السفينه دي مجموعه بنات على راسهم قائده اسمها ميلينا، والعلم بنعرف ان الجماعه دول هم اللي خطفوا ستيف من البدايه، وبتكون ناتاشا عارفاهم كويس جدا لانهم كانوا خاطفينها زمان وبيدربوها، وده سبب قدراتها اللي موجوده عندها دلوقتي. المهم اننا بنعرف ان في اللحظه دي ستيف ما رجعش لعقله ولا حاجه، بل كان ده كله فخ عشان يجيب ناتاشا وكارتر للزعيمه ميلينا لانها عايزه تضمهم ليها، بس ده طبعا ناتاشا وكارتر مش بيرضوا بيه، فبتفضل كارتر تتعارك مع ستيف، اما ناتاشا فبتفضل تتعارك مع ميلينا وباقي البنات اللي معاها، وبتكون ناتاشا قويه جدا وبتفضل تضرب فيهم، لكن الكتره بتغلب الشجاعه وبيقدروا يتغلبوا على ناتاشا. اما بقى ستيف فبيكون لسه بيتعارك مع كارتر، وبتفضل كارتر تحاول تفوقه، وزي ما تقول كده بيرجع ستيف لعقله شويه. بعدها بيوقف معركته مع كارتر وبيطير على السفينه الفضائيه بتاعت جماعه ميلينا وبيدمرها عن بكره تأبيها، وناتاشا بتقدر تهرب وبتكون بخير وبتخلص الليله على كده. بعد كام يوم بقى بنشوف كارتر مع ناتاشا وبيتكلموا، فبنعرف من كلامهم ان المفروض ستيف بعد اللي عمله ده هرب ومحدش يعرف مكانه، وكارتر بتعرف ناتاشا انها هتخرج تدور عليه في كل مكان في العالم، بس كارتر مش هتعرف تعمل كده للاسف، لان في الوقت ده اتفتحت بوابه كده وسحبت كارتر، وهوب لقيت كارتر نفسها في مكان غريب وقدامها اتنين، نيك فيوري والساحره واندا، لكنهم كانوا من عالم او زمن تاني عشان ما كانوش يعرفوا مين كارتر دي اصلا، وبيقولوا بس ان هي دي اللي هتنقذ كوكبهم وعشان كده خطفوها، وهنعرف طبعا يا صديقي هيعملوا ايه ولكن قدام. عامة بندخل بقى على قصه جديده، وبتبدا القصه دي في اسجارد موتن سور، وبنشوف حاليا ان كان في وحش ضخم اسمه سارتر بيهاجم اسجارد عشان يدمرها، وعشان اهل اسجارد يوقفوه بيستخدموا في حربهم ضده حجر الفضاء، وسبب كده اسجارد وكل حاجه عليها بتتدمر، اما حجر الفضاء نفسه فبينطلق في الفضاء بحثا عن مكان يستقر فيه. دلوقتي بقى بننتقل للارض، وبنكون في العصور الوسطى في قريه بدائيه كده في امريكا، وبنشوف حاليا بنت من القريه دي اسمها قهوري، وبتكون قهوري بتلعب مع اخوها وهاتا،
وحاليا بقى هما الاتنين بيقرروا يروحوا عند البحيرة المحرمة. والبحيرة دي يا صديقي هي بحيرة غريبة، لان في ناس كتير زمان من القرية او القبيلة بتاعت قهوري عامة راحوا لها ونزلوا فيها بعدين اختفوا ومحدش يعرف راحوا فين. المهم ان قهوري واخوها وهاتا بيوصلوا للبحيرة فبيلاقوها بحيرة عادية خالص وفيها بط عمال يلعب هنا وهناك وكله تمام، فبيحبطوا وبيعرفوا ان اكيد مش هي دي البحيرة المحرمة بل دي بحيرة عادية، وكبار القرية بيقولوا انها البحيرة المحرمة كنوع من انواع التمويه عشان محدش يروح للبحيرة المحرمة الحقيقية. عامة في الوقت ده بقى سمعت قهوري وهاتا صوت غريب كده جاي من القرية، فبيروحوا القرية بيلاقوا ان في جنود اسبان بيحتلوا القرية حاليا بقيادة القائد العسكري الفانسو، وحاليا بيشوف قهوري وهاتا فبيأمر رجالة يجيبوهم، فعلى طول بيهربوا قهوري وهاتا لحد ما بيوصلوا الكهف كده، وبيكون الكهف ده فيه بحيرة، بتكون البحيرة دي غريبة جدا لان فيها نور غريب كده، وهنا بتعرف قهوري وهاتا ان دي البحيرة المحرمة، لكنهم مش بيحاولوا يفرحوا عشان الجنود بيوصلوا عندهم، وللاسف بيشوفوهم فواحد منهم بيضرب على قهوري نار فبتقع قهوري في البحيرة، وطبعا بيقبضوا على اخوها وهاتا. قهوري بقى يا صديقي لما وقعت في البحيرة ما ماتتش، بل الدودة فضل يشدها ويشدها وكأن في حاجة كده أشبه بالبوابة سحبت قهوري لمكان تاني. ونعرف بقى يا صديقي إن النور ده بسبب حجر الفضاء اللي قلت لك في الأول خالص وقع من أسجارد ومحدش كان يعرف راح فين، أو بنكتشف حاليا إن وقع هنا في البحيرة وكون البوابة دي، واللي سحبت دلوقتي قهوري لمكان غريب. المكان ده لقيت قهوري فيه موجود شعبها اللي كانوا اختفوا زمان لما نزلوا البحيرة المحرمة زيها، وشاب كده من شعبها دلوقتي اسمه أتاهريكس جه لقهوري ورحب بيها وعرفها ان هو وباقي اهل القريه اللي اختفوا زمان في البحيره المحرمه وصلوا للمكان ده بشكل مش مفهوم، واي نعم هم مش عارفين يخرجوا من المكان ده لكن مبسوطين جدا لان عندهم اكل وشرب ومفيش اي حد بيعتدي عليهم ولا حروب ولا اي حاجه، ده غير انهم لما عدوا من البوابه اللي هي كمان عدت منها امتلكوا قدرات خارقه ما كانوش يحلموا بيها. ويفضل بقى أتاهريكس يفرق قهوري على المكان ويوريها القدرات اللي عند الناس، بتكون قهوري مبهورة جدا لكنها برضو بتكون عايزة ترجع لشعبها، وللأسف البوابة اللي قهوري عدت منها وكانت موجودة في البحيرة هي موجودة هنا كمان لكنها في السماء ومحدش قادر يوصلها، وده ضايق قهوري جدا. مهم بتفضل قهوري تحاول توصلها لكن بدون فايدة، وفي مرة بياخد أتاهريكس قهوري لمسابقة كده، وبتكون المسابقة باختصار انهم بيتسابقوا مع حيوانات موجودة في المكان شبه حيوانات الماموس، وبياخدوا بلورات كده موجودة على ظهر الحيوانات دي. في الوقت ده قهوري بتشارك معهم في المسابقه، وبتكون قدرات قهوري الخارقه استثنائيه لدرجه انها بتقدر حرفيا تشيل واحد من ماموس من بعيد وبتاخد منه كل البلورات اللي على ظهره، بعدها بترجع لتهاركس والكل وبتوريهم البلورات اللي جابتها، فالكل بينبهروا بيها وبيعرفوا انها مميزه، وبس بيقعدوا بقى الكل يحتفلوا. فبنسيبهم وبنروح لقريه قهوري شويه، بنشوف هناك ان الفونسو وجيشه اكتشفوا البحيره المحرمه، وبنعرف انهم جايين مخصوص عشان البحيره دي لانهم عرفوا اساطير عنها ومعتقدين انها بحيره الخلود. المهم ان الفونسو دلوقتي بيأمر رجالته ينزلوا للبحيره دي عشان يشوفوا هيحصل لهم ايه، فبينزلوا مجموعه من الجنود البحيره فهم بيتسحبوا وبيختفوا، طبعا ده رعب الفونسو وقرر يمشي من القريه خالص وياخد اهلها بس كعبيد. اما بقى الجنود اللي نزلوا للبحيره فبيوصلوا عند قهوري واللي معاها، واول ما بتشوفهم قهوري بتتجنن وبتبدا تحاربهم بكل قوه وبتخلص عليهم طبعا بسهوله. في اللحظه دي حست قهوري ان قدراتها بقت كبيره جدا فبتحاول تتحكم في البوابه وتنزلها على الارض وبتنجح في ده فعلا، فبتفرح لانها هتقدر ترجع قريتها وتنقذ اهلها، وبالتالي تطلب من تهاركس وباقي شعبه ييجوا معاها، لكن الكل بيرفضوا فبتحبط قهوري وبتمشي. قهوري بترجع لقريتها فبتلاقي ان اخوها وباقي اهل القريه كانوا ماشيين مع الفونسو كعبيد، فبتبدا تحاربهم وتكون قويه جدا لدرجه ان الفونسو بيفتكرها ساحره، بس يعني ده مش مهم، المهم ان الكل بيفضلوا يضربوا على قهوري، لكن قهوري بتوقف كل طلقاتهم في الجو ومفيش اي حاجه بتاذيها، بس للاسف بيضربوا على قهوري بالمدافع وفي طلقه بتيجي فيها فبتقع. وقتها بيجي الفونسو وبيكون هيقتلها لكنه مش هيلحق عشان فجاه بيظهروا تهاركس وباقي شعب قهوري لانهم جم يساعدوها، وبس بيفضلوا بقى يضربوا في الفونسو وجنوده وبيخلصوا عليهم كلهم. بعد كل الكلام ده بقى بفتره بنشوف ان قهوري خدت كل شعبها الخارق وراحت لاسبانيا، وبتقابل هناك الملكه الاسبانيه وبتطلب منها ما تبعتش اي جيوش تاني والا هتخلص عليهم كلهم وهتجي لها تخلص عليها. طبعا الملكه مش بتقبل بحاجه زي دي فبتامر رجالتها يقتلوا قهوري، لكن قهوري بتوقفهم كلهم وبتتحكم في الملكه عن بعد وبتطيرها في الجو حرفيا، وهنا بس بتخاف الملكه وبتعرف قهوري انها خلاص مش هتفكر تحتل اي مكان تاني، فبتفرح قهوري وبتكون ماشيه، لكنها ما لحقتش لان هوب بيجي دكتور سترينج، ويا صديقي ده دكتور سترينج الشرير اللي شفناه في الموسم الاول. المهم بيتكلم مع قهوري وبيعرفها انه بيدور عليها بقاله كتير واخيرا لقيها ولازم تيجي معاه حالا عشان ينقذوا العالم. بصراحه ما بنعرفش راحت معاه ولا لا، ولكن كالعاده بتخلص هنا القصه وبنبدا قصه جديده. القصه المره دي بتبدا في اسجارد برضو، وبنشوف ان اودن وبنته هيلا كانوا متحدين سوا وبيغزوا كل العوالم وبيخضعوها لحكمهم، لكن بعد فتره شاف اودن ان خلاص كفايه حرب كده، لكن بنته هيلا كانت مصره على الحرب على طول
وده عمل خلاف كبير بينهم، فما كانش من اودن غير انه انتزع قوه هيلا واللي هي عباره عن تاك كده بيدي لها قوه مش طبيعيه. اودن لما خد من هيلا قوتها نفاها كمان بره اسجارد خالص وبالتحديد لكوكب الارض، وكمان عمل تعويذ على التاج بتاعها ان محدش ياخده غير اللي يستحقه ورماه للارض برضه. في الوقت ده مجموعه من الجنود على الارض بيقدروا يلاقوا التاج ده، فبيروحوا لقائدهم واللي اسمه وين وو وبيعرفوا كل اللي حصل. ويعلم يا صديقي وين وو ده رغم انه عايش في عالم قديم جدا زي ما انت شايف، لكنه عنده قوه خارقه جدا بفضل 10 حلقات كده سحريين لابسهم في ايده. مهم يعني ان وين وو قبل ما يشوف ايه التاج الغريب ده هوب بتوصل هيلا للمكان وبتعرف وين وو الكل انها هيلا بنت اودن وعايزه التاج بتاعها اللي على الارض، لكن يعني محدش يهتم بيها وقرروا يقبضوا عليها. وقتها بدات هيلا تضرب في جنود وين وو بكل قوه، فبيستخدم وين وو الحلقات السحريه وبيقدر يسيطر على هيلا. فبتقول له هيلا انها لو معاها التاج كانت هتدمره حرفيا. طبعا الكلام ده عصب وين وو، فبيسيب هيلا وبيقول لها خد التاج وورينا هتعمل ايه. فبتفرح هيلا وبتروح تاخد التاج من الارض، بس مش بتقدر ترفعه من مكانه، وده يا صديقي لانها ما تستحقش التاج، اوعى تنسى ان معمول عليه حاليا تعويذه. المهم بيقبض عليها وين وو ورجالته، وبياخدها وين وو لقطته وبيعرفها انه على فكره معجب بيها وقدراتها وبيطلب منها تنضم له. لكن هيلا ما رضيتش بالكلام ده، فبسرعه ضربت وين وو وحاولت تسرق منه الحلقات بتاعته، لكن فشلت فهربت من المكان وخدت حصان وفضلت تهرب بيه لحد ما وصلت لغابه غريبه كده. والغابه دي على فكره كانت سحريه لانها كانت مقفوله بالكامل بسبب الاشجار، بس فجاه الاشجار دي بتتحرك من مكانها وبيتكون طريق. فبتمشي هيلا في الطريق ده لكنها بتلاقي الاشجار بتقفل عليها تاني، فبتفضل تجري وتجري وبتقدر تخرج من الغابه بسلام قبل ما الشجر ده كله يقفل عليها. اول ما هيلا خرجت من الغابه لقيت حد بيتحرك بسرعه مجنونه بيجي لها فجاه وبيفضل يضرب فيها فبتفقد الوعي. هيلا لما بتفوق بعد شويه بتلاقي نفسها قدام مجموعه جنود كده وعراسهم قائده اسمها جاي، وجاي دي بقى عرفت هيلا انها هي وكل الموجودين هنا مش بشر بل من الخالدين، ودول جنس كده بيعيش دايما من غير موت. وبتعرف جاي هيلا ان هي وباقي الخالدين لانهم مش من البشر فهم عايزين نفسهم هنا وبيتدربوا دايما ومش بيختلطوا باي بشر، ودورهم بس هو الحفاظ على كوكب الارض من القوى الخارجيه اللي مش تبع البشر، وعشان كده لما عرفوا انها مش بشريه قبضوا عليها. وتعرف جاي هيلا انه ده محل من اتنين، يا اما تنضم ليهم يا اما هتتقتل. طبعا بتقرر هي تنضم ليهم وبس. بتبدا بقى جاي تعلمها وتحسن من قدراتها واخلاقها اكتر واكتر، ده غير انها بتحسن من عقليه هيلا، وهيلا المجنونه اللي كانت بتسعى للاحتلال والغزو على طول بقت عايزه تحقق السلام والحريه لكل العوالم. على الناحيه الثانيه بقى في اسجارد بنشوف ان اودن عرف ان في حد على كوكب الارض معاه الحلقات العشره، فبيقرر ان هو يروح له ويقتله وياخدهم منه لان دي قوه عظيمه ما ينفعش تبقى مع بشري عادي. وبيقرر اودن انه لما يمتلك الحلقات العشره دي هيحتل الارض. وفعلا بينزل اودن للارض وبيبدا يحارب وين وو ورجالته، وسط ده كله بقى بتوصل هيلا واللي قررت تيجي تساعد وين وو عشان اودن ابوها ما يحتلش الارض. وفعلا بتبدا تتعارك مع اودن بكل قوه وشجاعه، وبتقدر هي وين وو يغلبوا اودن، وبتكون هيلا قدامها فرصه تقتل ابوها لكنها مش بترضى تقتله لانها مش عايزه تقتل، وبتطلب من ابوها يعمل سلام ويبطل يحتل اي كوكب او عالم تاني. لكن اودن ولا بيفرق معاه الكلام ده وبيهجم على هيلا وبيفضل يخنقها وبتكون هتموت في ايده. بس في اللحظه بتحصل حاجه غير متوقعه لان هيلا بقت جديره بالتاج بتاعها، والتاج بيجي لها حاليا فبتلبسه وبتسترد كل قوتها وبتقدر تهزم اودن. وطبعا بتكون هي وين وو فرحانين جدا، وبتقرر هي وين وو يتحدوا سوا من دلوقتي ويحموا اي كوكب او عالم تاني من اي احتلال وينشروا الحريه والسلام في كل مكان في الكون. وبس يا سيدي عدت سنين كتير على كل ده، وبنكون في سنة 1602 وبنشوف ان هيلا بقت الزعيمة مكان ابوها، وحاليا هيلا في الارض لانها برضو بقت تحكم كوكب الارض. وحاليا كانت في مسرحية كده وكان معاها اخوها سور واخوها لوكي، وكان لوكي حاليا هو اللي بيمثل في المسرحية. لكن بتحصل حاجة غريبة جدا لان فجأة في شق كده بيتفتح في السماء وبيبدأ يسحب لوكي، وهوب بتظهر كارتر وبتنقذ لوكي، لكن الشق ده اتفتح تاني وبيسحب هيلا، فبتحاول كارتر تنقذها بس مش بتقدر وبتتسحب هيلا والشق بيتقفل. وهنا بقى صديقي بنعرف ان نيك فيوري وواندا اللي خطفوا كارتر من المستقبل زي ما شفنا قبل كده يبقوا في الزمن ده، واصلا خطفوا كارتر لان واندا شافت رؤيا كده عن ان كارتر هتنقذ عالمهم من الشقوق دي، فخطفتها عشان تنقذ العالم، بس كارتر فشلت زي ما انت شايف كده. وفي الوقت ده بقى بيبقى سور هو الملك مكان اخته هيلا، وبياخد كمان صولجان الملك وبيأمر ان كارتر تتحبس لانها فشلت في مهمتها. بس كارتر بسرعه بتبدا تهرب، وبتقدر فعلا تهرب من جنود سور. بعدها اجتمع سور بالطاقم الملكي بتاعه واللي كان مكون من نيك فيوري وواندا واخيرا هابي، ايوه صديقي هابي مساعد توني ستارك في الزمن ده وفي العالم ده هو مساعد الملك سور. مهم ان سور حاليا بيعرف الكل انهم لازم يلاقوا كارتر ويحبسوها. فوقتها اتكلمت واندا وعرفت سور انها شافت رؤيا، الرؤيه دي بتقول ان سبب الشقوق اللي بتتفتح دي وممكن تدمر عالمهم هي في الحقيقه بسبب ان في شخص هائم في الزمن ده
وصل لعالمهم هنا ولازم يرجع للعالم بتاعه، ووقتها الشقوق دي هتبطل تتفتح. في اللحظه دي ما اهتمش ثور بالكلام ده وامر برضه بالقبض على كارتر. اما بقى كارتر فكانت اصلا موجوده في المكان وسمعت كل حاجه لانها كانت متفقه مع فيوري. حاليا عرفت كارتر انها لازم تدور على الشخص الهائم في الزمن ده وتلاقيه. فعشان كارتر تلاقيه بتروح بقى لتوني ستارك بتاع الزمن ده واللي برضه كان عالم. كارتر سال توني هل يقدر يتتبع الشخص الهائم في الزمن ده ويلاقيه، فبيعرفها توني انه يقدر يصنع جهاز يتتبع الشخص الهائم، لكنه هيحتاج طاقه كبيره جدا تشغل الجهاز ده، والطاقه دي موجوده بس في الحجر اللي في الصولجان بتاع ثور. وقتها عرفت كارتر انها لازم تسرق الصولجان ده، فسالت توني مين يقدر يسرق لها الصولجان ده، فدلها توني على عصابه كده يقدروا يسرقوا الصولجان بكل سهوله. فقررت كارتر تروح تدور على العصابه دي. بمناسبه العصابه دي بقى فبنروح لهم حاليا وبنشوف انها مكونه من ستيف روجر كابتن امريكا وباكي وكمان سكوت اللي هو يعني انت مان، وطبعا كلهم من الزمن ده. المهم انهم كانوا حاليا بيسرقوا لوكي، وسط السرقه دي بتجي لهم كارتر وبتعرفهم انها عايزه مساعدتهم. ستيف بقى يا صديقي اول ما شاف كارتر بيفرح جدا لانه كان عنده خادمه هنا في زمنه شبه كارتر بالظبط وكان بيحبها لكنها ماتت. وقتها فهمت كارتر ان دي نسختها بتاعت العالم ده، فعموما يعني ما اهتمتش وراحت برضه مع ستيف وباقي العصابه للمكان اللي عايشين فيه. وعرفت كارتر ستيف انها عايزاه يسرق صولجان ثور، فعلى طول وافق ستيف بدون تفكير لانه بيحبها زي ما بقول لك. بس المشكله اللي حصلت حاليا ان هاب المجنون بيوصل للمكان ومعاه جنوده وبيبداوا يهجموا على الكل عشان يقبضوا على كارتر، فتفضل كارتر والكل يتعاركوا معاهم، بس هابي ورجالته بيكونوا كتير، فتقرر كارتر تسلم نفسها وبتطلب من ستيف بس يروح يسرق الصولجان ويديه لتوني ستارك. بيوافق ستيف وبيمشي، وطبعا بيتقبض على كارتر وبتتحبس في زنزانه، لكنها برضه بتقدر تهرب. في سكتها وهي بتهرب بتروح لزنزانه تانيه محبوس فيها بروس بانر اللي هو هالك بتاع الزمن ده، وبتكون كارتر عرفت مكانه من توني ستارك لانه صديقه في الزمن ده، وبالتالي بتقرر تهربه معاه. لكن بروس بيفضل يقول لها انه مش عاوز يهرب، بس الفكره بقى ان في جنود بيوصلوا للمكان وبيفضلوا يضربوا على كارتر نار، وكارتر مش بيحصل لها حاجه لكن كل ده بيعصب بروس، فبيتحول لهالك وبيخرج من الزنزانه وبيفضل يضرب في الكل يمين وشمال. في اللحظه دي بتركب كارتر على ظهره وبتهرب بقى معاه من السجن. بعدها بيروحوا لتوني ستارك، وبيكون توني خلاص صنع الجهاز اللي هيحدد مين الشخص الهائم في الزمن ده عشان يرجعوه لزمنه والشقوق تبطل تتفتح، وكمان بيكونش ناقص الا بس الصولجان عشان يشغلوا الجهاز. بعد شويه بيجي لهم ستيف وعصابته، لكن ما بيكونش معاهم الصولجان لانهم ما عرفوش يسرقوه. بس حاليا بقى بيقرروا الكل انهم هيروحوا محاكمه كده هيحضر فيها ثور وهيسرقوا بقى منه الصولجان هناك. وبالفعل بيروحوا لكل المحاكمه دي وبيكونوا متنكرين ومستنيين الوقت المناسب عشان يسرقوا الصولجان. واثناء ما كانوا مستنيين بيتفتح شق في السماء وبيكون هياخد حد من الموجودين. فعلى طول بقى كارتر والكل بيقلعوا تنكرهم وبيهجموا على ثور ورجالته بحيث يسرقوا الصولجان. وبنشوف ان كل واحد بينشغل في القتال مع حد، يعني مثلا كارتر بتتحارب مع ثور، اما ستيف فبيتحارب مع هابي وهكذا. واثناء ما كان ستيف بيتحارب مع هابي بيتحول هابي لهالك البنفسجي، فبيجي له هالك بروس بانر العادي وبيتعارك معاه والدنيا بتخرب خالص. بس وسط ده كله بقى بيقدر توني يوصل للصولجان وبياخد الحجر وبيحطه في الجهاز بتاعه، وبيكون الجهاز شبه القفاز حرفيا، فبتلبسه كارتر وبتطلق منه قوه، والقوه دي بقى بتحدد الشخص الهائم في الزمن ده واللي لازم يرجع لزمنه، وبيكون ستيف. طبعا الكلام ده بيضايق كارتر جدا لانها ما صدقت ليه نسخه من ستيف عقله تقدر تعيش معاها، بس للاسف ده برضه مش هيحصل. وستيف بيحكي لكارتر حاليا انه افتكر اللي حصل له في الزمن بتاعه واتنقل لهنا ازاي. ستيف وهو بيفتكر بنشوف انه كان بيتعارك زمان مع سانوس اللي كان معاه الاحجار الازليه، وبالغلط خبط ستيف حجر الزمن في ايد سانوس فاتنقل للزمن ده وعاش فيه وهو مش فاكر حقيقته. وبس يا صديقي بيخلص ستيف كلامه وبيضغط على القفاز اللي مع كارتر مره ثانيه، فبتنطلق منه قوه بتنقل ستيف لزمنه وبيختفي خلاص من الزمن ده. وكده طبعا خلاص الشقوق اللي بتتفتح في السماء هتبطل تتفتح وهتبطل تسحب اي حد تاني، وبكده قدرت كارتر تنقذ العالم. لكنها برضه بتكون زعلانه عشان خسرت ستيف، بتروح لحالها كده تقعد مع نفسها. بس فجاه بيجي لها دكتور سترينج وبيعرفها انه محتاجها ضروري، وطبعا ده دكتور سترينج اللي شفناه في الموسم الاول واللي كان صاحب كارتر وحاربت معاه اولتر. فحاليا يعني بتروح كارتر معاه بكل هدوء. سترينج بياخد كارتر للمكان اللي هو عايش فيه وبيعرف كارتر انهم من وقت ما حاربوا اولترن وهزموه، وسترينج بيلف في كل العوالم الموازيه يشوف مين الاشرار اللي فيه وبيخطفهم وبيحبسهم في زنازين صغيره زي اللي حبس فيها كلومنجر واولترن في الموسم اللي فات. وحاليا بقى سترينج عرف كارتر كمان ان في واحده دلوقتي من الاشرار دول هربت منه وعاوزه تروح مكان كده عشان خاطر تجيبها، وهما يبقوا سوا هيسحبهم سترينج لهنا وهيحبس الشرير ده. في اللحظه دي بتوافق كارتر عادي، فبيوديها سترينج للعالم اللي هتجيب منه الشريره دي. واول ما بتوصل كارتر للعالم ده بتظهر قهوري وبتبدا تقاتل كارتر، فبتعرف كارتر ان دي هي الشريره وبتبدا تتعارك معاها. لكن قهوري وقفت كارتر وعرفتها انها مش عدوتها وسالتها مين اللي بعتك، فعرفتها كارتر ان سترينج بعتها ولا انها هي الشريره ولازم تيجي تحبسها. فبتصدم قهوري ولسه هتقول حاجه لكارتر ما لحقتش لان سترينج بيفتح بوابه وبيسحبهم لعنده.
أول ما وصل كل سترينج بيضرب قهوري عشان يحبسها، بس في الوقت ده اتكلمت قهوري مع كارتر وعرفتها إن سترينج هو الشرير، إنه بيسحب حاليا الأبطال والأشرار من كل العوالم وبيحبسهم، لأنه ناوي يغذي بيهم جهاز كده صنعه، المفروض إن الجهاز ده هيرجع له الكون بتاعه اللي اتدمر، وهيرجع له كريستين البنت اللي حبها وخسرها. طبعا اتصدمت كارتر من كل ده وبتوقف سترينج وبتحاول تتكلم معاه وتعرفه إن اللي بيعمله ده غلط ومش هيرجع أي حاجة، بس سترينج ولا بيهتم بكلام كارتر وبيفضل يحاول يحبس قهوري، فبتتعصب كارتر وبتتحارب معاه، لكن سترينج كان اقوى منها بكتير، فبتستخدم كارتر ذكاها وبتستخدم درعها وبترميه على الزنازين بتاعت سترينج وبتفتحها كلها، وحرفيا في لحظات بيكون المكان مليان ابطال واشرار من كل العوالم بيتقاتلوا كلهم سوا. في الوقت ده استغلت كارتر وقهوري الفرصه وهربوا من المكان عشان يروحوا يوقفوا الجهاز بتاع سترينج، وفي سكتهم بقى بيقابلوا مجموعه زومبي برضو كان حابسهم سترينج من احدى العوالم، وبيكون من ضمن الزومبي دول واندا لكن زومبي، وتكون قويه جدا وبتفضل تتقاتل مع قهوري، وبتكون كارتر بتقاتل الزومبي، لكن مره واحده كل الزومبي بيوقفوا مكانهم وبيثبتوا، وبتظهر نسخه من نسخ هيلا وبتكون هي دي اللي وقفتهم، بس نسخه هيلا دي كانت شريره وعشان كده بتقرر تقتل كارتر وقهوري، بس قبل ما تتحارب معاهم بتوصل نسخه من نسخ الوحش سارتر، فبتنشغل هنا معاه وبيهربوا كارتر وقهوري، وبيفضلوا بقى يهربوا ويهربوا، لكن في سكتهم بيقابلوا نسخه من نسخ سانوس وبيكون هيهاجمهم، بس مش بيلحق لان بتجيله نسخه من نسخ كليمونجر وبيخلص عليه، وبيكون كليمونجر ده معاه كل الاحجار الازليه، فعلى طول بتفتح قهوري بوابه وبتنقل كليمونجر لمكان تاني بدون احجاره، بتاخد كارتر الدرع اللي عليه الاحجار الازليه وبتلبسه عشان تكون اقوى، وبتكمل هي وقهوري طريقهم لحد ما بيوصلوا للجهاز بتاع سترينج، فبيكونوا هيعطلوه خلاص بس ما لحقوش، ان سترينج نفسه بيجي وبيبدا يتعارك معاهم بكل قوه. اثناء الكلام ده بقى بيبدا سترينج يتحكم في كل المساجين من تاني ويحدفهم للجهاز عشان يتغذى عليهم، فبتحاول قهوري وكارتر يوقفوه، وبيفضل سترينج يستخدم قدراته الغريبه زي انه مثلا بيقدر ينسخ نفسه لنسخ كتير، فبتستخدم كارتر الاحجار وبتنسخ نفسها نسخ كتير وبتفضل تتقاتل مع نسخ سترينج. بعد كده بيبدا سترينج يتحول لوحش غريب كده وبيفضل يتحارب معاهم بكل قوه وشراسه، لكنهم في النهايه بيقدروا يوقعوه في الجهاز، وبوم بيحصل انفجار ضخم. بعد اللي حصل ده بتفوق كارتر من الانفجار، فبتلاقي نفسها عند سواتشر. سواتشر عرفها ان قهوري عاشت ونقلها لعالمها خلاص، اما سترينج فمات في الجهاز بتاعه، لكن الجهاز اشتغل ورجع كون سترينج للحياه، وبياخدها بعد كده سواتشر للكون، وبيكون الكون رجع عادي وطبيعي، ورجعت كمان كريستين، لكن سترينج نفسه ما بقاش موجود. وبس بعد كل ده يتكلم سواتشر مع كارتر وسالها هيرجعها للعالم بتاعها، فبتعرفها كارتر انها عايزه تفضل معاه وتراقب كل حاجه بتحصل في العوالم الموازيه، ولو في حاجه بتواجه اي كون تنقذ هي الكون ده. فبيفرح سواتشر وبيعرفها ان ده هيكون مصيرها من هنا ورايح، انها تنقذ الاكوان الموازيه. وبس عند النقطه دي بيخلص الموسم الثاني والمسلسل كله يا صديقي، وطبعا هيكون في جزء ثالث للمسلسل ده وهنعرف منه مغامرات جديده للكابتن كارتر وغيرهم من الابطال، لكن الجزء ده لسه ما تمش انتاجه للاسف، ولكن تاكد ان بمجرد ما يتم انتاجه هنكون اول ناس نلخصه. وبس كده، سلام.